السعادة ومساء البهجة ومساء كل حاجة حلوة عليكم، وحشتونا الدنيا دي كلها. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. وقفنا بعد الموسم الأول والتاني، قلنا نعمل بريك كده على ما نستعد للموسم الثالث، وبعدين فكرنا قلنا ننزل معاكم حلقات استثنائية كده في رمضان، نشارككم يعني ايه جو رمضان وكده. كل سنة وانتم بخير وطيبين، ربنا يا رب يعود عليكم الشهر بخير وألف سلامة يا رب ليكم كلكم. طبعا احنا عارفين الايام ديت في ازمه شويه، طبعا ازمه كورونا واللي حاصل والقلق والدربكه بتاعتها، يعني حاولوا ان انتوا ما توقفوش دنيتكم او ما توقفوش الشغل، بس في نفس الوقت تحافظوا على نفسكم وتحافظوا على سلامتكم وتاخدوا كل احتياطاتكم وتمارسوا حياتكم ويعني تمارسوا شغلكم بشكل طبيعي. عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين مره تانية. وطبعا احنا في شهر رمضان، اول سؤال بيجي كده على بالنا، هنفطر ايه؟ طب هنسحر ايه؟ طب هنعمل فطار ايه؟ خليني قبل ما ارحب الاول بضيفتنا الجميله المميزه اللي انا بحبها جدا جدا جدا، خليني ارحب بزميلتي الاول هاجر. ازيك يا هاجر؟ اهلا بيك يا نور، ايه؟ مساء الخير عليك تفطري ومساء ايه الخير على كل المشاهدين. تفطري ايه؟ مش عارفه لسه بفكر، شكلنا هنجيب من بره. نجيب من بره ليه؟ هناكل الاكل اللي عندنا النهارده. صح كده. طبعا رمضان فرحه ورمضان بهجه ورمضان سعاده ورمضان فيه كل الروحانيات الجميله، وكمان فيه احلى واشهى الاكلات. علشان كده احنا على طول بنفضل ان احنا نجيب احلى شيف واجمد شيف، والشيف المميزه دايما في المحله هي الشيف ام منيا. طبعا كلنا لما بنفكر ما بنصحى الصبح كده بنفكر احنا هنعمل ايه النهارده، زي ما نور قالت هنفطر ايه النهارده، بنبقى يعني محتارين. ام منيا مش هتخلينا محتارين ونتفرج على حلقتنا النهارده ونشوف ام منيا عامله لنا ايه النهارده. عامله لنا ايه النهارده يا ام منيا؟ وقبل ما اعرف انت عامله لنا ايه النهارده لازم ارحب بيكي. ازيك؟ عامله ايه؟ عامله ايه؟ بجد انتوا الاثنين وحشوني قوي. انت والله جدا يعني منورانا والله النهارده. وحشين يا هاجر، وحشين يا نور قوي 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 قوي. انت عارفه وسعيده جدا قوي ان انا معاكم النهارده، واتبسطت جدا لما شفت الرساله بتاعتك حبيبتي. انت عارفه دايما ان احنا بنحب على طول ام منيا تكون معانا ودايما تكون معانا في رمضان حبيبتي. يعني احنا بصي عشان كده قررنا ان احنا اول حلقه هنبدا بيها لازم انت اللي تبقي معانا، يعني مش هينفع اول حلقه تبقى من غيرك. ده حقيقي بجد حبيبتي، بجد انا فعلا فرحت جدا لما شفت الرساله بتاعتها ووافقت على طول اصلا يعني. منوراني يا حبيبتي والله. حبيبتي نورك. قول لنا بقى سفره الهوانم النهارده فيها ايه؟ فيها حاجه مختلفه شويه غير العادي؟ قولي لي بقى. بصي، هو رمضان طبعا معروف بقى بالفراخ والبط والمحاشي وده كله، يعني كل الحوم محمر ومشمر لا والمشمر ده احنا مش عارفينه بس اوكي يعني المشمر بقى اللي تشمريله كده وتخشي بقلب جامد يعني فته وجوارع. قلنا نغير بقى ندخل على السمك. اغلبيه الناس ما بتعملش سمك، بس يعني طبعا كلنا عملنا لحوم واول يوم وفراخ يعني زهقنا طبعا، عايزين نعمل حاجه جديده بقى نعمل سمك. لازم بقى تغيير عشان الواحد ما يزهقش ويكره نفسه. انا عن نفسي لو فضلت الاكل نفسه هو فراخ ولحمه فراخ ولحمه وبانيه، يوم نغير بقى نعمل بانيه يعني عارفه، ده يوم بيبقى فيه تغيير. احنا غيرنا غيرتي قوي يعني، انت طلعتي بره خالص. قول لنا بقى عامله لنا ايه النهارده وايه المنيو بتاعك بتاع سحر الهوا؟ عاملين سنجاري قاروص وعاملين المندو بالجمبري. تمام. مغيره خالص يعني، المندو معروف انه المندو السعودي بالكفته او اللحمه، لا انا عاملاه جمبري. غيرت كمان التتبيله والصوص اللي بيتحط عليه. طيب. يعني غيرته خالص، شقلبته بقى خليته بقى بالمصري، ملناش له علاقه بقى بالسعودي خالص. وهنعمل فته جمبري، فته شاورما الجمبري. واو. بس طبعا هنعملها مع بعض. احنا مش كنا طلعنا من المغرب، كنا طلعنا من المغرب على طول. نبتدي بقى ان احنا نعمل فته شاورما الجمبري، وقول لنا بقى بتتعمل ازاي وغيرها اعزائنا المشاهدين بتتعمل ازاي. ماشي. سهلة صعبة؟ لا سهلة جدا، ما بتاخدش وقت يعني. بصي ممكن تعمليها قبل الفطار ممكن بعشر دقايق بس، يعني مش هتاخد معاكي اي وقت خالص نهائي. طيب هتبقى بقى طاسة سخنة. خدي بقى المقادير يا هجر عشان عندي انا. هنحط قيمة معلقتين زيت. ماشي. ساعدك في حاجة؟ لازم الزيت يسخن قوي يا مامونيا. ماشي يكون قبض. واحنا جايبين طبعا ايه الجمبري معانا اهوت. الجمبري بقى بيتقطع بشكل معين ولا بنسيبه زي ما هو؟ بصي سيبيه زي ما هو، لان طبعا انت عارفه الجمبري بيكش شويه بعد لما بتحط على النار. انت بتفتحيه من ورا وتشيلي كيس الرمل وخلاص. تمام. فاهماني؟ احنا ناخد الفلفل، هناخد نشكل يعني فلفل الوان وكده، فلفل اخضر و
واحمر. العين بتاكل طبعا قبل البق، لازم نلوم. طبعا طبعا طبعا. مين بساعدك في حاجه؟ عايزه اقول لك بقى نشمر بقى يعني ممكن نشمر ونساعد عادي يا ماما. دي تتبيله تمام انا عاملاها يعني مخصوص للسمك والجمبري وكده، دقه ثوم بالفلفل. طب ايه بقى يعني قولي قولي كده مقاديرها. طيب مقاديرها ثوم وفلفل احمر وبحط لها كزبره وكمون وكاري وكزبره. على فكره الجمبري بيحب الكاري قوي عشان اللون الطعم بيديله طعم بيديله طعم حلو قوي. لسه في اللايف اللي كنا قبل الحلقه قبل ما كنا بنتكلم كنا بنقول ان تفاصيل كل حاجه في الاكله بتفرق، يعني احنا لو نسينا تفصيله صغيره يمكن تقطيعه كمان تغير في شكل الحلقه، تغير في شكل الفلفل او تقطيعه الخضار المهم بيبقى بيفرق في السوا كمان. طبعا احنا هنحط طبعا الفلفل ليه الاول لان الجمبري ما بياخدش سوا كتير. تمام يعني هنبتدي الاول في زيت سخن. في زيت سخن بقى هنحط الفلفل الالوان بتاعنا. الواحد عشان صايم شامم ريحه كل حاجه حلوه. ليه؟ ماشي ركزوا بقى، ركزوا في التكات بتاعتنا وركزوا في التتبيله. والجمبري ده محطوط في التتبيله انا متبلاه قد ايه؟ انا متبلاه من الصبح من النهار يعني النهارده يعني قولي 3 ساعات او 4 ساعات. تمام طبعا عشان يبقى ايه شارب من التتبيله وطعمه يبقى حلو. هننزل بالجمبري طبعا انت شايفه اهو كل حاجه حاسه انا شامه وحاسه بس الجمبري لازم ينزل في طاسه سخنه تكون سخنه قوي. تمام بصي بقى الشاورما الشاورما انا عملت لها شويه الفته بتاع الشاورما. بصي انا حمرت العيش كاننا بنعمل فته عاديه خالص وعملنا رز سمك. الرز حمرت البصله بتاعته وبعد كده حطيت له التوابل والبهارات بتاعه السمك. وطبعا ما نسيتش ان انا احط من دي معلقه وحطيت مقدار الميه يغلي بتاعه وبعد كده نزلت بقى بالرز. اخذ غلوه وهدينا النار احنا جاي مجهزينه لحد ما ايه شوفي خلاص يعني شوفي الجمبري ما بياخدش وقت خالص. ما بياخدش وقت عنها. لو خد سوا زياده يحصل له ايه؟ ايه؟ لو خد سوا زياده بيبقى عامل شكل الكاوتش. بينكس. بالظبط ملهوش طعم ولا اي حاجه. تقريبا بيستوي في قد ايه ولا بيبقى ليه شكل معين؟ هو خلاص اهو لونه بدا يغير اهو. طلع عندي معلومات. الجمبري فعلا ما بياخدش سوا كتير. كل ما تحطيه في السوا اكتر كل ما تحسيه فعلا عامل شكل الكاوتش وناشف. مش هتحسي لا مش هتحسي بطعمه. انا بسال كل تفصيله علشان نوري اعزائنا المشاهدين ان يعني كل تفصيله في الطبخه بتاعتنا النهارده علشان لما يعملوها ان شاء الله في البيت ويجربوها كده من المنيا تبقى طالعه خلاص اتعمل معانا. طيب اخدش وقت يعني لو كل واحده جهزت الحاجات دي على طول مش هتاخد اي وقت. كده احنا نزلنا بالجمبري اهوت ماشي فكره حلوه فكره نيجي بقى سريعه هسالك على حاجه بقى يعني مثلا البنات اللي لسه في الاول او كده مش عارفين مثلا ايه الجمبري الكويس يشتروه ازاي يعرفوه منين اذا كان كويس او لا لونه ايه ولا شكله يعني ايه الاسمر الفضي ده احلى حاجه. الاحمر حلو برضك بس الفضي احلى بيبقى احلى طعمه احلى. الجمبري السويسي ده بصي اصلا لسه ما معروفه بالاسماك يعني بصي ملهاش حل. لا ده حقيقي تكه بقى كده قولي لنا بقى تكاتك وحركاتك تكه كده للشاورما تكه للشاورما الشاورما طبعا احنا دايما نحط بقى ايه توميه ومايونيز وحاجات من دي على الوش كده. انا عامله طحين التوميه تمام عليها مستورده عليها زبادي عليها كاتشب وعليها طبعا بالتتبيله الخطيره دي. طيب ودي بتبقى فوق. قولي لنا التتبيله تاني عايزه ايه؟ احنا لسه بدري على الفطار عايزه ايه؟ قولي لنا التتبيله تاني عشان لو عايزين المشاهدين مركزوش يركزوا اكتر في نحط طحينه التوميه
تمام مش توميه بس. بس برضك لو انت مفيش طحينه توميه نحط توميه عادي يعني مفيش مشكله. مستردة، زبادي، وطبعا التتبيله التوميه دي والكاتشب. تمام ماشي، نحط منها. بصي طعمها، بصي روعه، مش عايزه اقول لك يعني. اللهم اني صايمه، اللهم اني صايمه فعلا. ريحتها حلوه، وبعدين اكله سريعه وخفيفه، ومفيده وكمان متغيره. يعني احنا على طول زي ما انت بتقولي كل الناس بتعمل لحمه وفراخ وصينيه البشاميل دي اساسي لا نغير بقى والمحشي كل انواع. طبعا كل الحاجات دي حلوه وليها تكاتها برضو وحركاتها وطعمها الحلو، بس لازم التغيير. التغيير ادي الطبق يا جماعه. طب قولي لي يا مامونيا بقى، يعني ايه اكتر الاكلات اللي بتطلب منك في رمضان؟ المحاشي واللحوم والفراخ برضو. تمام، هو ده الاساسي يعني الناس كلها كده. طيب قولي لنا بقى، نبتدي بالسنجاري. تكة تكة وحركة حركة. ماشي تمام. قولي لنا بقى تفصيلة كل حاجة في السنجاري. احنا جبنا سمكة قاروص ونظفناها وتبلتها. قبلها برضو بتبلها بنص ساعة ولا حاجة. وجبنا بطاطس طبعا بتتقطع رقيقة. شفتي تقطعت الشيبسي؟ ما نقطعهاش كأنها بنقطعها للفراخ، لا دي بتتقطع رقيقة جدا. وبتبلها برضو بالتتبيله اللي انا بعملها. بصي التتبيله بتاعتي دي انا مدخلاها في كل الاسماك، سي فود كله كده. وبعد كده بقطع فلفل الوان وطماطم. وبرص البطاطس وفوقها السمكه. انا حطيت استاكوزا، بس الاستاكوزا انا فتحتها قصتها ونضفتها من جوه. تمام. شلت برضو كيس الرمل اللي فيها من جوه، وحطيت لها من التتبيله جواها. وحطيت كمان موتزاريلا فيها. موتزاريلا على الوش. حتى هنا بتستوي ازاي بقى؟ بتتغير لونها، بيبقى لونها بيتغير طبعا لما بنحطها في النار. يعني انت سويتيها ازاي؟ قصدي اتسلقت مثلا او اتحطت في الفرن لا انا بصي مسويها كله في الفرن، يعني كله ني وكله استوى مع بعضه في الفرن. الكابوريا هنا برضو كان شلتها وحطيت الغطا بتاعتها فتحته. وحطيت تتبيله جواها. لان انا هحطها في الفرن، مش هسلقها ولا هعملها في صينيه لوحدها، لان انا عامه بحب الكابوريا تتعمل في الفرن. حطيتهم وغطيتهم بالفويل. تمام. واخدت بالظبط 30 دقيقه في الفرن وكشفتها واتحمرت. يعني قصدك بنشيل الفويل في اخر يعني في اخر حاجه خالص ونسيبها تتحمر. بس تمام. خش بقى على الطبق التالي، المندو. ايوه اللي انا عايزه اعرفه. بصي انا عايزه اقول لك ما بياخدش 10 دقائق. نقول طب يعني قولي لنا جديده. ايوه جديده. انا كنت حاسه ان ده بالذات واخد وقت كتير. شكله يبان كده. لا ما كانش حاجه خالص. الاكل على فكره سهل قوي للي بيحب الطبخ، للي بيحب يغير. هي الشيف مومونيا هتخلينا كلنا نحب الطبخ وهتخلينا كلنا نغير في اكلاتنا. عارفه الروتين ده في الاكل، وان انت بتكرري نفس الاكل كل يوم بتحس بزهق، بتملي خلاص. يعني في حلقه قبل كده فاكره الكوشينيا؟ فاكره والله فعلا هي كانت اسمها غريب بس كان طعمها احلى. ايوه طعمها جميل. وفعلا حاسه ان انت كلتي حاجه جديده. والتغيير ده واجب. يعني انا ابني الصغير يعني سنه 4 سنين دايما يقول لي ماما هو كل يوم فراخ، كل يوم لحمه يا ماما، انا عايز سمك يا ماما. اقول له مامتك يا حبيبي مش شيف اسماك. لا اهو بصي يعني خلاص هتعلم بقى. الموضوع سهل جدا. طب قولي لنا بقى مقاديرها وبتتعمل ازاي؟ كوبايتين دقيق وكوبايه الميه الدافيه وشويه الملح. دي العجينه، دي كده العجينه بس. تمام. ولا خميره ولا اي حاجه ثانيه. طيب. انت تعجنيها كويس قوي لحد ما تبقى طريه وسهل التشكيل في ايدك. قوي. ماشي. وجوه احنا حشيناها جمبري. جمبري متبل، يعني انا تبلته بالتتبيله بتاعتي بس. طيب. زي اللي حطيناه نفس التتبيله بالظبط قبل ما نحطه. بالظبط. طيب ممكن بس انا ما سويتهوش. ماشي. بتيجي بقى بعد كده تفردي العجينه وكيبي كوبايه تعملي تقطعي بكوبايه دوريات. تمام. وبتجيبيها وبتحشيها. وهي ليها بس طريقه في الشكل بقى. القفله بتاعتها هي اللي ممكن تبقى صعبه شويه. بس مع التعود ممكن ما نقفلهاش زي القطايف. اللي مش عارف يقفلها زي القطايف ممكن.
ممكن. بس الشكل بتاعها بيديها روعه. بس في حاجه هي لازم تتقفل كويس لانها بتستوي على البخار. البخار ما بتستويش كده. يعني نجيب حله تمام فيها ميه ونحط فيها التوابل بتاعتها. اوعى تحط الميه من غير توابل، هتاخد التوابل اللي جوه في قلب الجمبري هينزل في الميه تمام، وهيبقى طعمه ملهوش طعم. بالظبط كده. لازم نحط لازم نحط ملح ونحط التوابل بتاعتنا عادي خالص في الميه. ونجيب مصفى نحطها كانها هي الغطا، والرز فيها المند ونغطيها. بصي اظبطي الساعه 10 دقائق خلاص، بتشيليها وتقوم جايه رصاها. المفروض ان هي ايه، لا تحط شويه كزبره لا شويه كاتشب حار، لانها بتتاكل بحاجه حاره بيديها طعم كده. بس انا حطيت لها الخلطه بتاعتي اللي انا عاملاها للشاورما السحريه بالظبط، اللي هي ايه، طحينه التوميه والكاتشب والمستردة والزبادي. طيب احفظوا دي تبقى حاجه حلوه للناس اللي المقليات او الحاجات دي، بالنسبه لها حاجه. لا ده ديت بصي صحي جدا. وبعدين تتحشى فراخ، تتحشى لحمه، تتحشى كل حاجه بقى. يعني انت ممكن تحشي بالظبط كده. يعني انت عندك عزومه عامله بقى محاشي ولحمه وحاجات من دي، بتعمليها وتحشيها لحمه. يعني احنا مش مخلينك مش حاجه ناقصانا، بالظبط كده. طيب قولي لنا بقى، لان في ناس كتير سالتني عن طريقه الكابوريا، طبعا لما عرفوا ان الشيف مومونيا هي اللي جايه معانا فطبعا في ناس بتسلق الكابوريا عشان تاخد منها شوربه. قولي لنا بقى طريقه الشوربه المظبوطه للكابوريا في الفرن برضو. طب قولي لنا طريقتها ايه وتتبيلتها ايه. انا بغسلها عادي، ولو هي كابوريا كبيره كده انا زي ما انا وريتك بفتحها وبحط فيها تتبيله وبرجع اقفلها تاني. شرايح بصل، طماطم، فلفل، كله، والتتبيله بتاعتي اللي انا بحطها. طيب ماشي. وهي كوبايه ميه او كوبايتين لو انت عايزه شوربه قوي، بس هي كل ما تبقى مركزه الشوربه بتاعتها بتبقى طعمها احلى. فعلا بشوفها في المحلات لونها تقيلة بيدي طعم حلو. عندك كرفس حطي كرفس، مش هتقول لا. انا بتكلم على في ناس ممكن ما عندهمش كرفس. طيب تمام، حطي بدايل. بالظبط كده. وبتغطيها بالفويل وبتدخليها في الفرن نص ساعه وتكشفي عليها. يعني ما بتاخدش برضو وقت كتير. لا ما بتاخدش وقت خالص. حلو، يعني عارفه اللي هو تغيير وحاجه مفيده وفي نفس الوقت سريعه وخفيفه. مش تتعب المعده، ما تبقاش تقيله. بالظبط كده. اي حد وفي ناس طبعا بتحبها مسلوقه، بس انا بفضل الفرن بيديها حتى نكهه. بيبقى لها طعم احلى بكتير. طب قولي لنا بقى. لا قولي المايك معاكي. طب كنت عايز اسالك على حاجه. طبعا قلق الكورونا وكده مخلي شويه الناس تقلق ان هم يجيبوا اكل من المطاعم او من بره او كده، بيفضلوا اكتر الاكل البيتي. طبعا اكلهم كله بيتي. فازاي بتهتموا بقى مثلا بنظافه الاكل او بالتعقيم او كده عشان خاطر الناس ما تقلقش ان هي مثلا تبدا؟ الحمد لله عندنا التعقيم على طول وغسيل الايد على طول. لا فالحمد لله الناس عارفه كويس ان احنا مهتمين. وبعدين انا كمان عندي اطفال فلازم اخاف عليهم كمان يعني. ربنا يبارك لك والله. فعلا لو الواحد يعني اتعامل ان هو بيتعامل كانه ولاده او ممكن ولادي يبقوا في نفس الموقف ده. انا بخلص شغلي وبطلع عشان بناتي. فطبعا لازم اخاف على بناتي. فهماني؟ ايوه. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يخليك. فبتعامل مع الناس زيهم زي اولادي. دمت عندهم اولاد، انا برضو كان عندي اولاد. بيطلعوا بقى يسالوكي كده كل يوم، ماما هنفطر ايه النهارده؟ عامله لنا فطار ايه؟ يعني هل برضو السؤال ده عندكم ولا هم خلاص بقى متعودين على التغيير؟ لا كل يوم برضو. ماما انت هتعملي لنا اكل ايه يا ماما؟ هو سؤال عادي يا جماعه، يعني السؤال ده عند كل الناس. متشوقين امبارح احنا كنا عاملين كباب. ماما انت ريحه الكباب، انت هتاكلينا كباب؟ قلت لهم لا هتاكل سبانخ. ريحه الكباب هتبقى ايه؟ سبانخ ليكم. ريحه الفحم. احنا النهارده هناكل سبانخ، مش هناكل كباب. انتوا النهارده واكلين ايه؟ النهارده لسه لسه كلنا بنفكر. شكلنا كلنا هناكل من ايد المومونيا النهارده. قاعدين كابوريا والسنجاري والمانتو والشاورما. يعني شاورما بقى اكله. انا مش عايزه اقول لك هتاكلي شاورما هتدعي لي. شاورما الجمبري حتى جميله. وهنركز بقى بعد كده مع شاورما. وانا بعشق الجمبري. انا عايزه اقول لك ان انت موجوده بين اتنين
يعني بيعشقوا المطبخ بيحبوه جدا يعني انا ونور هنفتحك النهارده اسئله 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 يعني الوقت يكفي احنا الوقت يكفي والله ما اتكلمناش على بقيه استني احنا ظلمنا الطبق الصغنن ده ما قلناش ده ايه ده التنجان ده اللي ما ينفعش اصلا يبقى فيه سمك وما يبقاش فيه بتنجان مخلل بحدق بس هو احلى هو حاجه للبتنجان يعني اللون بتاعه عشان تحتفظي بيه لازم تنقعيه ساعه او ساعتين في خل يفضل ابيض او الاسمر يفضل اللون بتاعه هو هتلاقي كمان الميه بتاعته كده غيرت اللي انت نقعاه فيها تلاقيها اسودت ما تشغليش بالك المهم ان هو هيحتفظ بلونه يعني بغسله وافتحه واحطه في خل وتحطيه في ميه بخل تمام او لو مفيش خل يبقى ليمون ميه بليمون تمام ماشي كده بقى لما ينسلق يفضل محتفظ باللون بتاعه حلو جدا طب والتتبيله بتاعته هي نفس التتبيله ولا تتبيله جديده لا بس دي مش حمراء دي مش نفس التتبيله توم توم وكمون وليمون وفلفل تمام بس طيب بمناسبه الاسماك بقى قول لنا الرز الصياديه اللي احنا بنشوفه بره في المحلات بيبقى مختلف عن الرز بتاعنا ليه يعني قول لنا تكاته كده وحركاته انا على فكره قلتها في الاول لا يعني انا عارفه ان هو ده انا عارفه ان هو ده رز بس انا قلت ان ده رز شاورما غير بقى صياديه هاجر ما ينفعش تقنعيني كده بكلمتين لازم عارفه لازم افضل يعني عليكي ده رز شاورما هل بقى الصياديه نفسه بتاع السمك غير الشاورما ولا هو هو انا عاملاه هو 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 خلاص يعني ظلمتيني ظلمتيني انت كنت انا كنت شايفاكي كنت عامله اكلات كتير قوي في رمضان وجبات كتير في رمضان كنت عامله وجبات كتير حلوه قولي لنا بقى وجبات رمضان والاطعام بتبقى عباره عن ايه بالنسبه للوجبات ديت الناس هي اللي بتطلب تقولي انا عايزين ناكل كذا وده بيبقى اختيارهم للعزومات بتاعتهم واللي هم حابين يقدموه للضيوف بتاعتهم أيوة. لو انا في اقتراح بقترحه عليهم وافقوا عليه اوكي اكتر حاجه بتطلب ايه زي ما قلت برضك اللي هو اللحوم والبط والمحاشي وكده قليل اسماك قليل طب ما تقترحي كده علينا يعني افكار سريعه للسحور انا شفت عندك حاجات كده للسحور ما شاء الله حتى لو قلت نصور بالليل بقى ايوه فقلت كده افكار سريعه ممكن تبقى للسحور حتى نغير موضوع بقى كل يوم فول يعني عايزين نغير هو موضوع السحور ده تبع اخواتي المطعم عندنا ما شاء الله العيله كلها يعني انتوا هو بابا بابا اساسا احنا عندنا مطعم والله يرحمه اخواتي اللي ماسكين الاداره دلوقتي هم بقى عاملين تشكيله كبيره عاملين طبعا مع الفول والطعميه عاملين بقى معاها عندك بطاطس بكاري في جبنه شفت الصور بصراحه خليك السحر عندك يا مومونيا بقى يا خراشي انا المحله تنور حبيبتي والله كلها تنور هم عاملين تشكيله حلوه قوي فعلا بس الحقيقه مش هعرف اتكلم عليهم قوي لان ده هم اللي عارفين اكتر يعني هم برضك بيطلعوا باختراعات كده بيفننوا في شغلهم برضك يعني فانا فعلا مش حافظه كل الشغل بتاعهم اللي هم عاملينه ايوه طيب مش عارفه اقول لك ايه معاكي بصي يعني هوا الهوا والله بجد ده حقيقي وكلهم احلى من بعض يعني اذا كان الطبق ده او ده او ده بس هو ده يعني شكله الطبق بتاعهم او الواو بتاعهم يعني تنورتينا النهارده يعني حلقه جميله بيكي ان شاء الله نكملين مع بعض في رمضان ان شاء الله ان شاء الله باذن الله نورتونا يا رب تكون حلقه خفيفه عليكم يا رب كل سنه وانتم بخير كل سنه وانتم طيبين سيب لكم هوجر لو عايز اقول لكم حاجه سريعه نورتونا وكل سنة وانتم طيبين وهتوحشوني الحلقة الجاية واستنونا بقى في مفاجآت جديدة بس مش هقولكم عليها إلا الحلقة الجاية تمام استنونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته